من العراق انطلقنا إلى أقاصي الأرض وصلنا. 25 عاماً من الإبداع سطرت قصص نجاحنا الواحدة تلو الأخرى. تفوقنا من خلال أذرعنا الجغرافية الممتدة في أفضل المواقع الاستراتيجية. الأردن. اختيارنا لمكاتبنا الإقليمية مبني على البيئة الاستثمارية الأكثر أماناً. طاقمنا مختار بعناية فائقة من نخبة خبراء ومهندسي صناعة السفن. تنتشر أحواض بناء السفن التابعة لمجموعتنا في أفضل الواجهات البحرية إقليمياً وعالمياً. تتمتع أحواض السفن بالبنى التحتية اللازمة والتجهيزات المتطورة وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، كما تحتوي على ورش لصيانة وترميم السفن وتقديم كافة الخدمات. كوريا. نفذنا المشاريع الضخمة بدقة عالية. تميزنا بالجودة والابتكار والتقنيات الحديثة. قدمنا المنتجات الأكثر تفوقاً لزبائننا، مثلما قدمنا لهم الخدمات ذات القيمة المضافة. ماليزيا. سجلنا حافل بالمشاريع المنجزة بنجاح تام والحاصلة على شهادات التقدير والجودة. نقدم أفضل الحلول الهندسية بناء على خبراتنا المتراكمة. نستخدم المواد المتميزة بأعلى المواصفات. المملكة المتحدة. هيكلنا التنظيمي مبني على الكفاءة وخطة سير عمل تضمن المخرجات المثلى بأقل زمن. المصداقية والعمل الدؤوب طريقنا للنجاح. استثمارنا الأول مواردنا البشرية.
لا نقف عند حد في اختيار مواقع عالمية جديدة لزيادة أنشطتنا. نسعى دائماً لتطوير شراكات استراتيجية جديدة من شأنها ضمان موقع مجموعتنا في الريادة. حصلنا على ثقة زبائننا فأصبحنا شريكهم الاستراتيجي ووجهتهم الأولى. شعارنا ابتكار وتطوير وتنفيذ سفن الغد. مهمتنا تنفيذ كافة المشاريع بكفاءة قصوى وحد أدنى من الوقت. هدفنا إثراء صناعة السفن العالمية. حصلنا على ثقة زبائننا فأصبحنا شريكهم الاستراتيجي ووجهتهم الأولى.